بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم يا شباب في استكمال رحلتنا بمنهج الصف الحاسب الآلي للصف الأول الثانوي بمدارسنا الحبيبة مدارس شعاع المعرفة. معنا الوحدة الأولى استكمال دروس الوحدة الأولى درس المصادر الحرة والمصادر المغلقة وأنظمة الهيليكس. طيب المرة اللي فاتت يا شباب اتكلمنا عن ادينا مثال للمصادر الحرة والمصادر المغلقة واتكلمنا عن جهاز الكمبيوتر اللي انت ممكن تشتريه بفلوسك ولكن مش تقدر تتحكم فيه وجهاز تاني انت ممكن تشتريه بفلوسك وتتحكم فيه تقدر تنسخ وتاخد منه وتسري بيه وتبيعه وتهديه وتعمل فيه كل حاجة. طيب اتكلمنا عن الكلام ده قبل كده، اتكلمنا عن تعريف المصادر الحرة وقلنا هو مفهوم متبع لحماية الملكية الفكرية لا يقوم على احتكار المعلومة بل يقوم على نشرها، وقلنا المصادر الحرة الهدف الأساسي منها هو نشر المعلومة وليس احتكار المعلومة، بعكس المصادر المغلقة اللي ممكن يكون تعريفها مفهوم ينص على أنه لا يحق استخدام البرامج إلا بعد شراء حقوق الاستخدام الشخصي. هنا في فرق كبير جدا ما بين المصادر الحرة والمصادر المغلقة، إن المصادر الحرة يعني إلى حد ما بتهتمش بالعائد المادي ولكن بيهمها نشر الفكرة، المصادر المغلقة لازم تكون معاك حقوق ملكية أو معاك رخصة تثبت حقوق ملكيتك لهذا البرنامج. طبعا قلنا من أشهر البرامج أو أنظمة التشغيل الخاصة بالمصادر الحرة نظام تشغيل لينكس، ووضحنا الكلام ده في المرة اللي فاتت. اتكلمنا عن المرة برضه عن رخصة المصادر الرخص المصادر المغلقة، وقلنا إن أنا عندي رخصة المستخدم الأخير ورخصة براءة الاختراع ورخصة حقوق الناس، اتكلمنا عنهم المرة اللي فاتت. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن قوانين المصادر الحرة أو قوانين رخص المصادر الحرة. إيه هي المميزات اللي أنا ممكن أشوفها لما بستعمل المصادر الحرة؟ طيب، رقم واحد يا شباب يمكن إنجاز قوانين رخص المصادر الحرة في رقم واحد، المستخدم حرية أسف. يمكن إنجاز قوانين رخص المصادر الحرة في رقم واحد، للمستخدم حرية استخدام البرنامج لأي غرض أدش. هي هنا احنا شرحناها في المرة اللي فاتت وقلنا إن المصادر الحرة طالما تمتلك الجهاز فإذا تتحكم فيه كل إمكانياته، مفيش فيه أي مشكلة، تمام؟ طيب، اتكلمنا برضه في المرة اللي فاتت عن إن أنت تملك البرنامج، تملك السورس بتاعه، تقدر تتحكم فيه. رقم اثنين في إيجاز قوانين المصادر الحرة للمستخدم حرية تعديل البرنامج لمناسب احتياجاته. ميزة المصادر الحرة إن هي بتعطيك السورس الخاص بالبرنامج فتقدر تتحكم فيه زي ما أنت عايز. ميزة المصادر الحرة بتعطيك السورس الخاص بالبرنامج أو بتتيح لك الشفرة الخاصة بالبرنامج وتقدر تعدل فيه زي ما أنت عايز، فأنت عندك حرية التعديل على البرنامج لمناسب احتياجاتك. رقم ثلاثة زي ما قلنا دلوقتي حالا إتاحة شفرة البرنامج للمستخدم، إتاحة شفرة البرنامج للمستخدم. رقم أربعة للمستخدم حرية مشاركة البرنامج مع الآخرين أو مقابل رسوم. إحنا دلوقتي مش عايزين زي ده خالص، قلنا إن المصادر الحرة لا يهمها كسب المعلومة، لا يهمها العائد المادي، ولكن ده مش معناه إن هي لا يهمها مطلقا، لا برضه شركة وبتنتج برامج يهمها في النهاية إن هي تحصل على عائد مادي، ولكن هنا صور جلب العائد المادي مختلفة بالنسبة للمصادر الحرة عن المصادر المغلقة. تمام يا شباب؟ طيب برضه من الحاجات أو المميزات للمصادر الحرة أضافتها لي للمستخدم حرية توزيع نسخ معدلة، يعني أنا ممكن أعمل نسخة أو آخذ نسخة البرنامج وأعدل عليها من خلال إتاحة الشفرة أو السورس اللي موجود معايا وأعمل توزيع جديد للبرنامج أو للسورس داخل أو بالإضافة إلى التعديل اللي أنا عملته. طيب، في المرة اللي فاتت ذكرنا أنواع رخص المصادر المغلقة، المرة دي إن شاء الله هنبدأ نتكلم عن أنواع رخص المصادر الحرة. هو في كتاب هنا مديني نوع واحد بس اسمه الجي بي إل، رخصة جي بي إل أو
جنرال بابليك لايسنس. جنرال بابليك لايسنس اختصارها شباب جي بي ال. طيب الرخصه دي بتدرس صلاحيات ايه؟ طيب الرخصه دي هو هذه الرخصه تتطلب منك ان تقوم بفتح شفره البرنامج بجميع مكوناته، كما تتطلب من اي شخص يقوم باستخدام شفره مبينه على هذه الرخصه ان يشير الى انه استفاد من هذه الشفره وان يفتح الشفره بشكل كامل، كما انها لا تلتزم بان يكون البرنامج مجاني. طيب يعني ايه الكلام ده؟ ده الكلام الموجود في الكتاب، تعال نشرح مع بعض الكلام ده عشان نفهم. قلنا يا شباب بكل بساطه خالص المصادر الحره هو بيتيح لك شفره المستقبل، بيتيح لك شفره البرنامج، بيتيح لك السورس بتاع البرنامج، فانت من خلال اتاحه السورس تقدر تعدل على البرنامج بشكل او باخر. هنا بقى المصادر الحره بتقول لك مفيش مشكله عندي انك تعدل على البرنامج او تعدل على السورس بتاعي، ولكن لازم تذكر بس ان البرنامج ده يتبع للشركه سين، بالاضافه الى ما تمنعش الاخرين من ان هم يستفادوا من البرنامج. ما تمنعش الاخرين من ان هم يستفادوا من السورس بتاعك. تمام يا شباب؟ طيب ولكن هل السؤال هنا مهم جدا، هل المصادر الحره ضد الانتفاع المادي؟ لا، المصادر الحره ليست ضد الانتفاع المادي. طيب مزايا المصادر الحرة، ايه هي مزايا المصادر الحرة؟ رقم واحد الامان العالي، رقم واحد الامان العالي، رقم اثنين سرعة التشغيل، طالما هي سورس بيقدر يشتغل على اي برنامج او سورس مفتوح المصدر لازم يكون سريع في التشغيل، رقم ثلاثة قلة الاعطال، مش هتلاقي فيه اعطال كتير، لان طبعا ممكن لاي حد متاح له الشفرة ان هو يعالج الاعطال اللي موجودة، رقم اربعة انخفاض التكلفة، رقم خمسة المهم والعنصر اللي يميز المصادر الحرة إتاحة المصدر للاطلاع أو إتاحة السورس للاطلاع. رقم ستة سهولة كشف الأخطاء مع سرعة تقديم الحلول، لأن السورس موجود مع أكثر من حد، لو في أي خطأ في السورس ممكن يتعالج من خلال أي مبرمج أو أي شخص قادر على حل المشكلة دي ويعيد نشر البرنامج مرة أخرى. طبعا رقم ستة أو سبعة إن هي برامج عالمية، طبعا برامج إتاحة المصدر فتقريبا معظم برامج مفتوحة المصدر هي برامج عالمية وتدعم لغات مختلفة. جزاكم الله خير يا شباب، دي كانت حصتنا الثانية في منهج الحاسب الآلي، نلتقي على خير إن شاء الله في الحصص القادمة، مشكورين، جزاكم الله خير.